اهلا بيكم يا جماعه في فيديو جديد. النهارده ده هيكون واخيرا ريفيو للشاومي مي اي 1. انا بصراحه تعمدت شويه ان انا اخلي الموبايل معايا الفتره دي كلها علشان اديكم تجربتي مع الموبايل بعد استخدام مطول. انا بقالي شهر بستخدم الموبايل، اقول لكم بقى العيوب والمميزات اللي اكتشفتها مع فتره استخدام الموبايل ده، علما بان هو يعتبر من افضل الخيارات الموجوده ليك في الفئه المتوسطه لك. طيب خلينا نتكلم اول حاجه عن الديزاين. تصميم الموبايل بصراحه من اول نظره ليه تحس ان الموبايل ده يعني حاجه غاليه جدا، لان هو بياخد شكل ايفون 7 بلس و1 بلس 5. ماسكه الموبايل ككل وملمسه كده ناعم جدا وتحس ان هو مريح جدا في الايد، لكن برضو التصميم مش خالي من العيوب. في بعض الحاجات اللي ممكن تضايقك من موضوع التصميم الاسود والمات بلاك والحاجات دي كلها، واول حاجه طبعا ان هو بيتزحلق بشكل رهيب جدا جدا، يعني اكتر من الازاز يا جماعه، فعلا الموبايل بيتزحلق اكتر من موبايلات الازاز. تاني حاجه ضايقتني في التصميم بصراحه شويه، او مش شويه، ضايقتني قوي، ان زي ما انتم شايفين كده البصمه مكانها يعني علم مكان ما بعمل صبعي كده كل مره للبصمه، مكانها لونه اتغير شويه على لون الظهر، ودي تعرفك شويه ان الموبايل الكواليتي بتاعته مش عاليه. التصميم بصراحه من اول يوم استخدمته فيه لحد شهر من استخدام الموبايل مازال كل مره بشوف الموبايل بحس ان هو جميل جدا، ومفيش اي انطباع اتغير من ناحيه ان انا اشوف الموبايل بعدها بشهر، لا عادي تصميم عادي. اما بالنسبه بقى لشاشه الموبايل، شاشه الموبايل بتيجي بمقاس 5.5 انش بدقه فول اتش دي بكثافه بكسلات فوق 400 بكسل في الانش الواحد، ودي المفروض ان هي شاشه طبيعيه، اول حاجه المعتاده اللي المفروض نشوفها على كل الموبايلات في السعر ده. الشاشه بصراحه انا ما واجهتش معاها اي مشاكل، بتدي سطوع كويس تحت احتياج الشمس، الشاشه بصراحه انا ما واجهتش معاها اي مشاكل، بتدي سطوع كويس تحت اشعه الشمس. برضه لو انت بتتفرج على افلام او بتلعب جيمز الشاشه كويسه جدا مش هتاثر معاك، لكن بصراحه ما اقدرش اقول عليها ان هي شاشه يعني جامده جدا ولا ممتازه والكلام ده، لا هي شاشه كويسه مش افضل حاجه كمان في السعر بتاع الموبايل ده. تحس فيها الالوان باهته شويه وزوايا الرؤيه مش حلوه فيها خالص، لما تحرك الموبايل يمين وشمال وانت تتفرج على اي فيلم مثلا او بتلعب جيمز فيها الوان غامقه بتحس ان في لا في حاجه مش مظبوطه، الالوان بتميل للابيض الرصاصي كده. لكن زي ما قلت هي شاشه كويسه جدا تقدر تعتمد عليها، بل ان هي كمان عليها طبقه حمايه جوريلا جلاس 3، دي من الحاجات الكويسه جدا. فشاشه الموبايل بعد استخدام شهر اقدر اقول ان هي مثلا شغاله، يعني انا بصراحه مش قادر اعتمد عليها. لما باجي اشوف فيديو مثلا بدخل على الاونر 9 او بشوف في الوان بلس 1 او البيدي لايت اي حاجه، يعني بحاول ان انا استثني الموبايل ده. ونيجي بقى لحاجه من اهم الحاجات اللي موجوده معانا في الريفيو النهارده، وهي اكيد اداء الموبايل. من اهم الحاجات اللي بتثير الجدل واللي بتتساءل في دماغك لما تيجي تشتري موبايل، او يعني لما تستخدم الموبايل لاول مره وتلاقي ان اداؤه كويس جدا، اول حاجه بتيجي في دماغك يعني يا رب الاداء ده يفضل زي ما هو كده. انا عارف ان بعد شويه ما املى الذاكره والحاجات دي اداء الموبايل هيبدا يقل، ده الطبيعي. فهل بقى استخدام الموبايل اتاثر معايا خلال الشهر ده؟ بصراحه اقدر اقول ان لا لا خالص، يعني الاداء زي ما هو تقريبا من اول يوم جبته فيه لاخر يوم لحد النهارده وانا مسجل الفيديو ده، وده لانه شغال باندرويد خام اكيد من جوجل، سلاسه في الاستخدام. يعني عارف انت اللي هو الفتحات السلسه جدا في جميع التطبيقات اللي تفتحها، ده غير البياض اللي منتشر في جميع انحاء الواجهه، تقدر تفتح التطبيقات كلها وتتنقل بينهم من غير ما يعمل ريلود للتطبيق، ودي الحاجات اللي بتميز الروم الخام زي ما قلت في المقارنه بتاعت شاومي نوت 4. بالنسبه بقى لمحبين الالعاب فبرضه تقدر تعتمد الى حد ما على اداء الموبايل ده حسب استخدامي المطول على الالعاب. نزلت عليه بيس 2017 ونزلت عليه اسفلت 8 ونيد فور سبيد موست وانتد والحاجات دي كلها، بصراحه استخدامه كويس جدا، لكن ما تتوقعش منه الحاجه الخرافيه برضه. يعني ساعات بلاقي لاجز بسيط جدا كده، يعني ما تتوقعش ان هو لا مش هيلاجز في حياته خالص، لا هو مش عالم عليك في العالم ولا حاجه. الكاميرا في الموبايل ده بقى يا جماعه وهي من الحاجات اللي فاجئتني جدا جدا، وانا عاده مش مستني من كاميرات شاومي خالص، حتى في الموبايلات اللي ب 10000 جنيه مش مستني منها الاداء الخرافي، لان انا عارف الموضوع ده خدت انطباع عن كده. لكن المي 1 بصراحه اقدر اقول ان هو يختلف. بص هو مش افضل كاميرا في الحياه، او مش الكاميرا اللي انت تقدر تعتمد عليها كليا، يعني اللي هو تطلع الموبايل وتاخد صوره اه هتطلع جامده، لا هي كاميرا تقدر تطلع بيها صور حلوه. يعني انت عندك وضع البورتري مود اللي شغال كويس جدا جدا وبيعمل عزل الخلفيه ممتاز، انا فعلا اخدت صوره بيه ونزلتها على البيج بتاعي والناس ما كانش مصدقه ان هو فعلا بالمي 1. وصور تانية بصراحه حتى من غير وضع البورتري مود الصور بتبقى كويسه جدا، الصور شارب الالوان فيها كويسه. الحاجات اللي مش عاجباني قوي بصراحه من ناحيه الكاميرا ان الموبايل
صعب ان هو يديك تفاصيل، فاهم؟ اللي هو انت تلاقي الكاميرا كويسه جدا لكن تبص الصوره تلاقي مفيش تفاصيل، اللي هو فين التفاصيل يا ابني انت بتعمل معايا كده ليه؟ لكن ما زالت يعني كويسه جدا. الكلام ده بقى معكوس تماما في الاضاءه المنخفضه، بصراحه اقدر اقول ان هي ادائها يعتبر سيء في الاضاءه المنخفضه او جيد، يعني تقدر تمشي نفسك بيه، فاهم؟ نويز بقى في كل مكان وتفاصيل ضايعه جدا. الكاميرا الاماميه بقى، ولا انا بصراحه مش مبسوط منها نهائيا، واقدر اقول لكم ان هي لا مش حلوه خالص. يعني انت لو بتحب السيلفيز كتير او كده لا مش مناسبه ليك خالص. الالوان فيها بهتان غريب جدا، بشرتك تحسها كده حتى لو انت واقف في الضوء وفي الاضاءه كويسه تحس ان لا البشره كده سودة كده، مش حلوه كده وجميله. يعني المفروض ان السيلفيز تكون حتى غير طبيعيه، انا ما عنديش مشكله ان هي تكون غير طبيعيه الصوره لكن تكون حلو. بطارية الموبايل بصراحة أقدر أقول عليها كويسة جدا، وده على فكرة بسبب الروم الخام برضو. البطارية تقريبا ساعتها 3080 ملي أمبير، رقم قليل بالنسبة للفئة السعرية بتاعته. حتى طول ما أنت سايب الموبايل ما بتستخدموش وعامل له لوك، الموبايل تقريبا ما بيستهلكش أي حاجة من البطارية، وده زي ما قلنا بسبب الروم الخام. وتجربتي معاها خلال الفترة دي بصراحة اتحسنت عن الأول، يعني أول يوم كان أداء الموبايل كويس لكن مش زي النهارده. اداء البطاريه معايا النهارده ممتاز جدا، ممكن توصل معايا فعلا لتسع ساعات سكرين اون تايم على استخدام متوسط، ممكن توصل معاك ليوم ونص مثلا لو انت استخدامك خفيف على الموبايل، بتشوف الاشعارات وبتقفل الواي فاي على طول، بتفتح بلوتوث تبعت حاجه وتقفله على طول، هتكمل معاك يوم ونص فعلا. لكن لو استخدامك تقيل على الموبايل قوي ممكن يكمل معاك مثلا 6 ساعات سكرين اون تايم. وزي ما قلت لكم قبل كده الموبايل بيجي بمدخل يو اس بي سي، والشاحن بتاعه المفروض ان هو بيدعم الشحن السريع. الفتره الاولانيه اللي استخدمت فيها الموبايل بصراحه كان بيشحن فل في حوالي ساعه و40 دقيقه، لكن دلوقتي عشان تملى البطاريه لازم تستنى مثلا ساعتين و10 دقائق او ساعتين مثلا. طيب يعني في النهايه بقى رايي ايه في الموبايل بعد استخدام الفتره دي؟ بصراحه انا عندي وجهه نظر بسيطه جدا، ان انا فعلا لو هشتري موبايل في السعر اللي نزل في الموبايل ده هشتريه عشان الروم الخام بس. يعني لو الموبايل ده ما فيهوش اي مميزات وبالسعر ده وفي روم خام هشتريه على طول عادي، مش فارقه معايا لانه هيديني سلاسه واستخدام. انا اهم حاجه في الموبايل عندي بصراحه الاداء، ده غير ان هو الكاميرا اتحسنت جدا، البطاريه كويسه جدا، التصميم لذيذ جدا جدا، برضه سماعات الموبايل على فكره يا جماعه ممتازه جدا، فعلا فعلا السماعه ممتازه جدا، صوتها عالي ونقي وكل حاجة. لكن مشكلتها الوحيدة من رأيي ان هي بتتكتم بسهولة، يعني انت مجرد تحط عقلة الاصبع ده عليها خلاص بتتكتم، عندك البصمة وشغالة الى حد ما كويس، مش اسرع حاجة لكن كويسة. وهي بس كده، دي كانت كل حاجة بالنسبة للشاومي مي اي 1، تجربتي معاه والمميزات والعيوب اللي قابلتها فيه. لو عجبكم الفيديو اتأكدوا ان انتوا تعملوا لايك، ومش مشتركين في القناة اتأكدوا ان انتوا مشتركين. بشكر كل اللي شاف الفيديو للآخر، سلام.